والتخفيف من معاناة مرضى السرطان للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق التجمع الوطني الأحرار. سيد نائب محترم تفضلوا. شكرا سيد رئيس. سيد الوزير المحترم، على الرغم من المجهودات اللي كتقوم بها إلا أن مرضى السرطان باقي كيعانيو في بلادنا، وهذه المعاناة متعددة الأبعاد وصعيبة، فهي نفسية جسدية واجتماعية ومادية. لذا نسائلكم سيد الوزير حول الإجراءات التي تاخذونها من أجل التخفيف على مرضى السرطان وعائلتهم، سواء على مستوى التكفل الطبي أو على صعيد التغطية الصحية أو من حيث ثمن الأدوية. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد نائب المحترم، الكلمة لكم سيد الوزير تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. سيد النائب المحترم على هذا السؤال هذا، ثم كيف كتعرفوا أنه كاين واحد المخطط ديال برنامج ديال السرطان اللي كان عملنا فيه حتى 2019، واليوم اللي تجدد باش يمشي حتى 2029، واللي جايب واحد الاستراتيجيه وجايب يعني خريطه ديال الطريق كيفاش نتعاملوا مع مرضى السرطان. وكيف كتعرفوا كذلك ان المراكز ديال علاج ديال السرطان كتقتصر على المراكز، اغلبيه المراكز الاستشفائيه الجامعيه، وبما اننا غاديين في التوجه ديال مركز استشفائي جامعي بكل جهه، خطب مثلا بالنسبه للجهات اللي هي فيها واحد عدم التمركز ديال عدد ديال السكينه، بحال ربما كاين لا ريجيون ديال درعه تافيلات هي واسعه، يمكن يكونوا فيها جوج ديال الاقطاب، ولكن الفكره هي انه غادي نمشيو للقطب الاونكولوجي، لو بول دونكولوجي، هو احسن حاجه باش يمكن حتى الاستثمار يكون هادف. بالنسبه للمرضى اللي هما السرطان فهما التغطيه الصحيه كتشملهم بحال جميع المواطنين، لان مريض ما كنفرقوش في المرض واش هذا عنده كونسير ولا عنده مرض كرونيك، فبالتالي هو كيستافد من التغطيه الصحيه التامين الاجباري الاساسي على المرض. كاين مجهود اللي خصو يدار بالنسبه للادويه اللي هي باهظه الثمن، لهذا حقيقه خصنا نعملوا على الدواء الجانس اكثر من اللي هو الدواء اللي كاين، لان الدواء الجانس هو اللي يمكن له يقلل من يخفض من الثمن، والعمل كذلك مع الهيئه المدبره باش هذيك الادويه يمكن لها تولي مردود عليها رومبورسابل، وهذا العمل احنا خدامين فيه وكاين في البروتوكولات ديال العلاج باش ما يبقاش كذلك هذا العلاج ديال السرطان مفتوح الوصفات الطبيه يكون مقنن، وهذا عمل كنعملوه مع الوكاله ديال التامين الاجباري باش يمكن هذاك لا بريسكريبسيون الوصفه تكون على البروتوكول الاول البروتوكول الثاني باش يمكننا نقننوا، والا راه لا منتهي هذا الشيء ديال الوصفات ديال العلاج ديال السرطان. شكرا سيد الوزير، انتهى الوقت. تعقيب سيد النائب محترم. شكرا سيد الوزير على التفاعل ديالكم. فعلا كما قلتوا في انتظار تنزيل يعني هذا المخطط، كتعرفوا اليوم مرض السرطان في تصاعد مستمر ومقلق، وتقريبا كاينه 50,000 حاله اصابه جديده كل سنه. وكذلك كما قلتوا سيد الوزير، تكاليف ديال الدواء والعلاج باهظه وماشي في المتناول ديال جميع الاسر المغربيه، وهنا كنتكلموا على مصاريف اللي كتجاوز تقريبا 40,000 درهم شهريا، وهنا خص قرارات من اجل تكفل شامل سيد الوزير بالمرضى. كما قلتوا التغطيه الصحيه فعلا اللي كتعمل الحكومه على تفعيلها غادي تحل جزء من هذه الاشكاليات، ولكن كيبقى دائما المشكل الحقيقي وهو اشكال تعميم مراكز الانكولوجيا، حيت تنقل العلاج في مدن اخرى كيزيد المعاناه ديال الاسر كما قلت، والمرضى والاسر ديالهم، خاصه اليوم كلشي كيتجه لمدينه الرباط. ونتمناو السيد الوزير في اطار الاصلاح العام اللي كديروا اليوم للخريطه الصحيه تفكروا في المدن المتوسطه، ما تركزوش غير في المدن الكبيره، فكاين مدن متوسطه كتازا بولمان تاونات، هذه المدن اللي صفروا كذلك، هذه المدن اللي هي مدن متوسطه ولكن الاقليم ديالها كبير وعنده طابع جبلي، وبالتالي خص يعني تفكروا فيها بجديه وتنزلوها في الخريطه الصحيه. وشكرا. شكرا سي نائب المحترم، هل من تعقيب اضافي؟ لا. تفضل سي نائب المحترم عن فريق التجمع الوطني الاحرار. سيد الوزير، فعلا ان مرضى السرطان كيواجهوا المعاناه مع المرض وايضا مع ذلك تكاليف العلاج، وهذه المعاناه كتزاد في منطقه الريف اللي كتعرف ارتفاع عدد المرضى وايضا غياب مركز العلاج في المنطقه، الشيء اللي كيخلي المرضى كيتوجهوا لمدن اخرى كوجده مثلا، وهذا كيزيد من المعاناه ديال المرضى ماديا ومعنويا. مؤخرا سيد الوزير مشكورين افتتحتوا مركز للانكولوجيا بالناظور. الصوت غير انه السيد الوزير ان هذا المركز يواجه خصص على مستوى الموارد البشريه وايضا نقص في الادويه وفي مستلزمات العلاج الكيميائي، وبالتالي المرضى مازال كيتمثلوا خارج الاقليم العلاج. لذا نطالبكم سيد الوزير بتزويد وتمكين هذا المركز بالمستلزمات الضروريه للعلاج الكيميائي للتخفيف عن معاناه مرضى السرطان بمنطقه الريف. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم، هل من تعقيب اضافي اخر؟